السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصريين تتفرج على الكرة في المقلب. دلوقتي بس هنشوف ازاي نتعامل مع برنامج السيم لاب وازاي نعمل فيه ناخد صورة مثلا بشكل كويس. طيب أول حاجة هتعملها إنك تختار سيمبل لينك، تمام، لأن هو فيه أنيميشن، فيه سيموليشن، فيه أوتوميشن، فيه فيرجواليتي. من فضلك تقدر تقول له إمبورت، هتلاقي تقريبا كل البرامج اللي أنت بتشتغل بيها موجودة هنا، زي الماكس، زي الريفيت، زي الكاد، زي السكتش أب، سوليد وركس، سوليد اتش، وهكذا. وتقدر تيجي من هنا رندر، تختار الريال تايم، فيبدأ يجيب لك الحاجة بشكل جودة عالية، تمام. ممكن تقول له انا عايز ابلاي، عايز اشوفها سن ستادي، عايز اشوف انيميشن، ففي اختيارات كتير كويسة. طيب لو انا عايز مثلا اغير الماتيريال ديت، فهيجي هنا في الماتيريال، وابدأ اختار الماتيريال اللي انا عايزها، مجرد ان احددها واسحبها. وتقدر تعدل الخصائص بتاعتها بكل سهولة من هنا. طيب ممكن بعد كده اجي اقول له انا عايز اخد لقطة شوت، فبيبدأ يقول لي البوزيشن بتاعك موجود فين بالشكل دوت، والتارجت بتاعك كانت انت ماسك الكاميرا، فانت فين والمكان اللي انت عايز تصوره فين وهتدفع كام، وده الفيلد اوف فيو، وده الكاميرا رول. فبيديك امكانيات حلوة في ان انت تتحكم في مكان واتجاه الكاميرا بحيث ان انت تاخد لقطة مظبوطة.